دلوقتي هنروح مع حضراتكم لتقرير عن النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، واللي نالت إشادة كبيرة جدا من زعماء ورؤساء حكومات، ووصفوه بأنه منصة مهمة للشباب حول العالم بيفتح ليهم مجال للمشاركة في بناء المستقبل وتجاوز كل التحديات. إشادات واسعة من زعماء ورؤساء حكومات ومسؤولين بمخرجات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، حيث أثنى جورج فالا رئيس مالطا على المنتدى باعتباره من أهم الفعاليات الشبابية العالمية، وصفاً المنتدى بقوله: مثال رائع لكيفية المواجهة العالمية للأزمات التي تواجه البشرية من خلال حوار شامل ومتنوع. وأثنى إيفان دوك ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا على منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، موجهاً دعوته للقادة قائلاً: ندعوكم من أجل العمل للدفاع عن الشباب وحياة هذه الأجيال، وبدون ذلك لن نبني الحاضر والمستقبل. ووصف تيدورس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية منتدى شباب العالم كفرصة هائلة لتغذية الكثير من الأفكار وخلق مستقبل أكثر أمناً وصحة، مشدداً على ضرورة عمل الحكومات على بناء الشباب من أجل أن يلعبوا دوراً محورياً في مجتمعاتهم. فيما أكدت جاياثما ويكرامانياكي المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب على أن منتدى شباب العالم يعمل على نشر السلام والتناغم بين الشباب من مختلف الدول. وأشاد كلاوس يوهانس رئيس رومانيا بمنتدى شباب العالم قائلاً: إن المنتدى بات عنصراً هاماً في حركة الشباب العالمية، لأنه يمنحهم مساراً هاماً للمشاركة في بناء المستقبل، ونحن ندرك تماماً الدور الفاعل الذي يلعبه الشباب في صياغة تنمية مجتمعاتنا وفي الاستجابة إلى التحديات الجارية. دي كانت رسالة برضو من ضمن الرسائل اللي بيبعث بيها منتدى شباب العالم للعالم كله، والحمد لله رسالة وصلت بالفعل، وشفنا هذا الكم من الإشادات الدولية بمنتدى شباب العالم.